النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل مين نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي تقصر عرف الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الموجة الحارة التي تتأثر بها المملكة خلال هذه الأيام. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي الموجة الحارة مستمرة خلال الأيام القادمة، طقس حار ومرهق طيلة الأسبوع الحالي، والحصار للموجة الحارة اعتبارا من يوم الجمعة. لا بأس أن نبدأ نشرتنا بصورة أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، لتوضح انتشار لبعض الغيوم العالية والمتوسطة الارتفاع في عموم منطقة بلاد الشام، هي عبارة أو ناتجة عن تدفق الكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية المرافقة لهذه الكتلة الهوائية الحارة، حيث عملت هذه الرطوبة على تشكل هذه الغيوم العالية والمتوسطة، كانت في أغلبها بدون فعالية، لكن خلال الساعات القادمة يتوقع أن تعمل على الهطول بعض زخات الأمطار الرعدية المتفرقة والعشوائيات الطابعة. أنتقل الآن إلى هذه الخريطة الجوية، وهي توزيع الأنظمة الجوية المسببة للكتلة الهوائية الحارة التي بدأت أو اندفعت إلى المملكة ومنطقة بلاد الشام يوم الأحد الماضي، حيث عملت على ارتفاع كبير على درجة الحرارة بسبب أنها قادمة من منطقة شبه الجزيرة العربية، هي منطقة حارة وجافة وصحراوية، وبالتالي عملت على ارتفاع كبير في درجات الحرارة. درجات الحرارة كانت أعلى من معدلاتها بحوالي 8 إلى 10 درجات مئوية، وبالتالي سيكون الطقس صيفي حار جدا إلى شديد الحرارة ومرهق في عموم المناطق. ننتقل الآن إلى صور أو خرائط توزيع درجات الحرارة وخرائط توزيع الكتل الهوائية من الاثنين وحتى يوم السبت. يلاحظ استمرار لتأثر المملكة وعموم منطقة بلاد الشام بهذه الكتلة الهوائية الحارة وشديدة الحرارة خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، لكن اعتبارا من يوم الجمعة بإذن الله يتوقع أن تتراجع شدة هذه الأجواء الحارة بسبب ابتعاد أو تحرك هذه الكتلة الهوائية شديدة الحرارة شرقا باتجاه العراق وشبه الجزيرة العربية، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة بإذن الله، وبالتالي يعود الطقس ليصبح صيفي اعتيادي، لكن تبقى درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. طقس حار نسبيا في المرتفعات الجبلية، لكن يبقى حار في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة والمنطقة الشرقية والبادية خلال عطلة نهاية الأسبوع وخلال فترة العيد بإذن الله. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة بإذن الله يتوقع أن تتأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، هي ناتجة عن تدفق الكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية كما ذكرنا في بداية النشرة، حيث يتوقع أن تعمل هذه الغيوم على هطول بعض زخات الأمطار الرعدية تكون عشوائيات الطابع وخفيفة الشدة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال الثلاث أيام القادمة بإذن الله، تستمر تأثيرات الكتلة الهوائية الحارة والموجة الحارة. يوم الثلاثاء طقس حار 36 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصورة 27، يوم الأربعاء 37 إلى 27 درجة مئوية، أما يوم الخميس 38 درجة مئوية والصغرى 26 درجة. في الأخير لا بأس أن نستعرض هذه التوصيات في مثل هذه الظروف الجوية، وهي عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة في أغلب المناطق، أيضا الإكثار من شرب السوائل والمرطبات الباردة، وعدم ترك عبوات التعقيم داخل المركبات، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات حتى ولو لفترات قليلة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، أتمنى السلامة للجميع وإلى اللقاء.